دكتورة نورهان المهدي مدرس مساعد بقسم التصوير. تصوير عشان الناس تبقى عارفة، في بعض الناس بيتصوروا ان التصوير الكاميرا، لا التصوير هو الرسم، فنانين التصوير ده التصوير الفن التشكيلي. هي استاذ مساعد التصوير بكلية الفنون الجميلة في جامعة الإسكندرية، شاركت بعملها الفني في بينالي برشلونة الدولي الرابع في اسبانيا في نوفمبر سنة 22. شايفاها دلوقتي اللي جميلة. بيعقد كل سنتين، والبينالي ده بيحصل في المتحف الأوروبي للفن الحديث. هي فازت الدكتورة نوران بجائزة برشلونة الدولية عن عملها الفني، وتم تكريمها من القائمين على المسابقة الدولية لكونها واحدة من يعني من ضمن نخبة الفنانين العالميين اللي عملها تعرض أمام الجميع. تم نشر عملها الفني في مجلة الفن الدولي المعاصر. الله. حاجة تفرح يعني. حاجة. احنا معانا على التليفون دلوقتي الدكتورة نورهان المهدي، اول فنانة تشكيلية يعني بتفوز بثلاث جوائز دولية خلال عام واحد. يا الدكتورة، دكتورة مساء الخير والف مبروك نورهان. مساء النور. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك الاستاذه الاعلاميه الكبيره سناء منصور والاستاذه المميزه جاسمين طه. اهلا انا سعيده جدا اني معاكم النهارده. ده احنا اللي فخورين بوجودنا معاكي النهارده دكتوره نورهان، وفكره ان انت يعني تكوني اول فنانه تشكيليه بتحصد لمصر ثلاث جوائز دوليه خلال عام، يعني دي حاجه مهمه جدا. احكي لنا عن تفاصيل وكواليس مشاركتك في بينالي برشلونه الدولي الرابع في اسبانيا. الحقيقه هو انا استلامي لجوائز باسم مصر هو طبعا شرف وعزه وفخر ليا. انا مشاركتي في بينالي برشلونه، طبعا انا قدمت شاركت في الدوره الرابعه وتم قبولي للعرض من قبل اللجنه. الحدث أقيم في المتحف الأوروبي للفن الحديث، هو كان بيعرف باسم قصر جامس قبل كده. طبعا اتشرفت في العرض، يعني ان انا اكون ضمن نخبة كبيرة من فنانين عالميين. العرض تم على مدار ثلاث ايام، كان في طبعا عزف رائع من اوركسترا هناك، وانا الحمد لله ليوناردو. معلش يا دكتوره نورهان، احنا حاطين على الشاشه ليوناردو دافينشي راسه كده يعني تمثال ليه، شايفاه؟ ايوه. بس انا بس الشاشه متاخره عندي شويه فانا مش شايفه. معلش 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 بس عشان مجرد انك تشتركي في مكان ممكن يكون فيه التمثال ليوناردو دافينشي على المستوى. دي الصوره بتاعت الدكتوره نورهان الملاك. ايه يا سلام لو نشوفها تاني. يا سلام. اسم العمل بتاعك يا دكتور نورهان؟ هو العمل اللي شاركتي بيه في بينالي برشلونه. ايوه. كان اسمه اعتراض الملاك او Angel's Objection. الفكره الاساسيه في العمل كانت قايمه على تمرد الملاك الصغير على كثره وجود الشر حواليه ومحاولته للهروب. هي دي الصوره. هي دي الصوره، صوره سيده او حاجه مش كده وماسكه؟ هي صوره تمثال. هو عامل زي هاله من النور على ملاك صغير. هي دي الصوره بالظبط. كان هو عملي ده كان ضمن سلسله من الاعمال اللي كانت بتتحدث عن فكره وجود الخير والشر في الكون وصراع الانسان في البحث عن حقيقه الوجود بشكل عام. ده كان الثيم بتاع المعرض يا دكتور نورهان ولا ده كان اختيارك انت؟ لا ده كان اختياري الشخصي. طب سبب اختيارك يعني للثيم ده او الموضوع ده كان ايه؟ لموضوع اعتراض الملاك. هو عموما بشكل عام انا يعني تجاربي بتكون قايمه على تجارب شخصيه ليا، زي مثلا يعني وجود الظلم بكثره، وجود حاجات مش مرغوب فيها حوالينا، ده بيخليني ان انا احاول ان انا اقدم ده بس في صوره بقى عمل رمزي يوصل للمتلقي بشكل سريع يعني. دايما شوفي هي يمكن في التعبير في الكلام مش عندها زي تعبيرها بالريشه بتاعتها الحقيقه يعني، لان الصوره رائعه. هو العمل عموما المتلقي بيفهمه
كل متلقي بيفهمه بشكل مختلف. طب يعني ابرز ردود الافعال لما شافوا العمل بتاع حضرتك وهو يعني متعلق ومعروض كان ايه؟ الحقيقه انا اتفاجئت بردود الفعل جدا هناك على لوحتي. الجمهور هناك اللوحه حازت اعجاب ناس كتير، خاصه ان كان موجود مئات من الزوار على مدار ايام العرض. حد طلب ان هو يشتريها؟ الحقيقه المتحف كان عامل حاجه ظريفه جدا، انه كان طابع نسخ على حجم A3 من اللوحه وكان بيتم بيعها اثناء العرض. طب حلو. فلوسها كانت بتروح لك ولا بتروح للمتحف؟ اوعي تكوني سبتي حقك. انا هحاول اتواصل معاهم في الموضوع. اقول لهم هاتوا فين. طيب دي الجايزه بتاعت بينالي اسبانيا. دلوقتي عايزه اعرف في جايزتين تانيين. مثلتي مصر في معرض في اللوفر في باريس في شهر اكتوبر، فقولي لنا التفاصيل دي كمان. عملتي ايه عملتي ايه للفرنسويين؟ هو انا الحمد لله طبعا بعد جائزه ليوناردو دافنشي اترشحت لجائزه باريس الدوليه للعرض في متحف اللوفر. الأعمال اتعرضت تحت اسم جائزة باريس الدولية. الحدث ده كان من أكبر الأحداث اللي بتحصل تقريبا في متحف اللوفر، خاصة إن بيشارك فيه جميع دول العالم تقريبا. يعني بيحضر فيه مديرين متاحف وشخصيات بارزة في مجالات الفنون بشكل عام. طبعا الجائزة كانت بتمنح للفنانين ذات الجدارة الفنية اللي كان بيتم اختيارهم من قبل اللجنة المنظمة برضو للعرض. ويوم 22 أكتوبر تم تكريمي بجائزة باريس الدولية في حفل أقيم في متحف جي اي ام في باريس. والحقيقة أنا اتشرفت طبعا أن استلمتها تحت اسم مصر. الله، ده الفخر ليا. جميل جميل. دكتور نورهان، انا اخر سؤال عايزه اساله لك. الحديث معاكي ممتع، ولكن بما ان احنا بنتكلم عن الفن التشكيلي، تاثرتي بمين من الرواد؟ جاذبيه سري ولا انجي افلاطون ولا تحيه حليم؟ مين من دول كان بالنسبه لك مثل او نموذج؟ الحقيقه هم كلهم نماذج رائعه ونماذج ناجحه، بس انا بميل اكتر للفنان محمود سعيد. خاصة انه من هو فنان سكندري، فهو عمل نقلات كبيرة جدا في حياته التشكيلية، فهو مصدر الهام بالنسبة لي كفنان مصري. الى جانب طبعا فنانين عالميين زي ليوناردو دافنشي يعني. لا، وسيفو ادهم ولي اسكندرانية يعني ما فيش. بصي، اللوحات بتاعتهم دلوقتي بتتباع بملايين. مش يعني انت يعني اللوحه اللي بتاخد جايزه عالميه بتفرطي فيها ولا بتحتفظي بيها ولا بتبيعيها ولا ايه؟ قولي لي الحقيقه. ها دكتوره نورهان، قولي لي الحقيقه. في الواقع اعتراف على الهواء ده يا دكتور نورهان، خلي بالك. اعتراف على الهواء، انا بسيب اللوحه ما اقدرش ادي روحتي غير للحد لشخص او لمكان يقدرها جدا خاصه بعد حصولها على الجوائز الدوليه. طبعا برافو عليكي والله. احتفظي على فكره بيهم شويه، ها، لانه اللي جاي بقى يعمل نقله في الحياه ان شاء الله. الف الف مبروك دكتوره نورهان المهدي، يعني اول فنانه تشكيليه بتحصل على 3 جوائز دوليه في سنه واحده، وهي مدرس مساعد رغم انها واخده الدكتوراه، لسه مدرس مساعد بقسم التصوير بكليه الفنون الجميله بجامعه الاسكندريه. تحياتنا ليكي يا دكتوره نوران. جميله. شفتي؟ جميلة. الحقيقه وهي شكلها جميل جدا كمان.